2017 توجه وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بيلفور إلى اللورد روتشيلد أحد أبرز وجوه الحركة الصهيونية الناشئة في بريطانيا وقتها، توجه له برسالة وعد من المملكة المتحدة إلى عموم الصهاينة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقتها كان عدد اليهود في فلسطين ما يزيدش على 5% من عدد جميع السكان اللي هم فلسطينيين. كان الشعار المرفوع في المحافل الصهيونية واللي تبناه وعد بيلفور هو أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. بعد بشهر باش تحتل بريطانيا كامل أراضي فلسطين التاريخية خلال الحرب العالمية الأولى. احتلال فلسطين كجزء من ترتيبات ونتائج الحرب العالمية الأولى باش يتم تحت عنوان الانتداب البريطاني اللي باش يتواصل من عام 20 إلى عام 48، تاريخ تسليم فلسطين التاريخية لليهود من أجل إقامة دولة الكيان الصهيوني. في سان ريمو في إيطاليا في أفريل 1920 اجتمعوا الحلفاء اللي انتصروا في الحرب العالمية الأولى، اجتمعوا علاش؟ باش يقسموا تركة الدولة العثمانية المنهارة اللي كانت تسمى بالرجل المريض. وتعهد المؤتمر هذا في سان ريمو في إيطاليا بتنفيذ وعد بيلفور، يعني العمل على إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. وتم تعيين اليهودي الصهيوني هيربرت سامويل أول مندوب سامي للانتداب البريطاني في فلسطين. في الأثناء عملت بريطانيا على تنظيم هجرات بالآلاف ليهود العالم نحو فلسطين لتأسيس دولة لهم. وتكفلت العصابات الصهيونية بالتنكيل بالشعب الفلسطيني من خلال سياسة ممنهجة للتشريد والتهجير وإبادة قرى فلسطينية بأكملها، بالترويع مرات والترهيب أيضا، وبالترغيب والتشجيع في مرات أخرى على التخلص من بعض الأراضي. وعد بيلفور كان يتضمن إلى جانب الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود كان يتضمن نقطة ما يتحكيش عليها، وهي أنه هالوعد هذا فيه دعوة إلى الحفاظ وحماية الحقوق المدنية والدينية للسكان الفلسطينيين، ولكن تم الاقتصار على الجانب الأول فقط. وفوق من هذا تم تكريس الوعد بصيغة أخرى اللي هي تمت عام 22 بإصدار المملكة المتحدة من خلال التاج البريطاني أساسا إصداره لمرسوم دستور فلسطيني، دستور فلسطين اللي يعطي صلاحيات واسعة للمندوب السامي اللي تم تعيينه بالتصرف في أراضي فلسطين بالهيبة بالتأجير والإحالة. أنا عمليا من خلال هذا الدستور بدأ التفريط في أرض فلسطين التاريخية. في غمرة الأحداث اليوم والعدوان غير المسبوق على غزة ما فيها باس نستحضر الخطيئة الأصلية وأصل الشرور والمظالم اللي هو وعد بيلفور. يقول وعد بيلفور المشؤوم اللي كان تحت شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، الرد المناسب على هالوعد كان وعد من لا يملك لمن لا يستحق. مخ الهدرة. شكرا مختال خلفاوي. مخادرتك اليوم نعاودوا نسمعوها ونشوفوها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. احنا ماشيين مع الميتيو ومع جيهان ومن بعد الاخبار مع سلمى.